السلام عليكم. اليوم الفيديو راح يكون لعبة الرسم او قارتك فون، لكن بطريقة مختلفة. المقطع كان مع الشباب، اغلبهم يوتيوبرز، قنواتهم في الوصف. الجزء الاول من المقطع فكرة انيميشن، الاول يسوي صورة، ثاني يكمل الصورة، اللي بعده يكمل الصورة، ليه ما تجي كفيديو مثل هذا الفيديو اللي طالع قدامكم. الفكرة جدا رهيبة وراح تفهمونها في المقطع. الجزء الثاني من المقطع راح يكون صورة وتوقع، مرة انت تتوقع ايش الصورة اللي قدامك، ومرة انت ترسم الصورة اللي بعدك راح يتوقع ايش الصورة اللي انت رسمتها او ايش الرسمة اللي انت رسمتها. اشتركوا اذا ما انتم مشتركين، يعطيكم العافية، خليكم مع المقطع. خمسة اول رسم. اوكي رسم ايه هذا في رسوم متحرك الحين، ارسم اللي تبغي بس تبغي هلا نرسم. والله البلشة مخي فضى، خلصت الافكار. ايوه خلصت كذا. لا هذه حلوه لو كملوها الباكين ان شاء الله، يعني الله يهديكم وتفهمون. خلاص انا بخليها كذا، كل واحد يحطها بالثاني لين يجي. ايوه يعني هو في فكره، في اساس، في محتوى. مرامات يا اخوان، وقت يا اخوان، ما صدقت الله خلص ادري ترى المشهد بعدين مو بالحين. الله يسعدكم. صحيح. اوكي ليتس جو. والله شد سلم شد حيله، والله العظيم لو تشوف الرسمه اللي خذيت فيها ذا الوقت انه ما تستاهل رجال 20 ثانيه كذا. ما ادري ايش تسوي يا اخي، من لخم نص الوقت تفكير يا رجال. انا رسمت. يلا بسرعه شباب، بسرعه رجال. تمام اوكي. لا سمعت ببراني. حلو يو يا المشوار، لازم ارسم يا انا بكذب كل هذا اي والله صح، يقرا من المشوار. ما دريت الدوائر يا شباب. يا راسم خضار اشد حيلك اوكل ايش بديني. هذا محترف صراحه. هذا شو الرسم هذا؟ اذا تبغى تغير خضار حط دجاج عادي. ان شاء الله يا رب. اوكي نجيب هذا رصاص. بالله والله هذا رايق اللي رسم. يا انا رسمت حريه بحر. بس هاي كان مقطع اليوم، افضل مخك مو بقضيت الافكار. خلص الوقت والله ودق الله يبشه. اوكي بقي شيء واحد، بقي شيء واحد. والله انا اقول اني سويت شيء صح ان شاء الله. يعني انا ما قصرت، انا ما قصرت شوي. انا ما قصرت كلكم قصرت. الله يسعدك. انا قصرت والله، انا قصرت. سويت زوم ان يا خضار ومنزل بكسل. احمد ربك ما شفت اللي قبل يا عيال. اوكي سو كذا. والله عندي فكره، اوفرها في جيبي ولا اسويها. سوى والله شوف على حسب يعني. سوى على حسب. شباب داعمين سوى محتوى يا بوي. ما فقين والله ما تشكي تسوي. لا تكفى يا ساتر يا ساتر والله عيال ما في وقت. صور له الرسمه. حاول ها رقع. لا ايه لا تكون دقيق مره. طيب عشان ترسم. لا اصبر اصبر. المشكله ما كملت الرسمه القديمه. والله اني احس اني قاعد اسوي نفس الرسم اللي قبل، بس يعني ما ادري اسوي، ما فكره. قاعد اسوي شغل 3D يا عيال. شو كملت الرسمه القديمه؟ طيب برسم نار. الله لا ها ما خرجت يا عيال. ما ضبطت وش ذا الله يهديه. جايب لي يا عيال يا عيال الرسم اللي قدامي ما ادري وش. طيب اكتب ذا اند زي محمد قفل الرسمه. والله العظيم انها وهق اللي قدامي. الله هذه خطه. والله ما ادري ايش الرسمه اللي قدامك، بس ان انا طولت وانا ارسم ما خلصت. كبيره هي مره، فيها انسان. حقتي رسم انت حقت وخك صغير عاد ما يعرف يتخيل. اللي خطه زين بالماوس ما شاء الله. شوف ما شاء الله شكلهم وريان. خلني انا ما تعودين على الرسام ها. كانوا يرسمون بكسل. انا لي ساعه ابي اكتب كلمتين. مشكلة شاد حيلة في مواصفات الشاشة. تراني تعبت وانا ارسمها. قلتك ما تعبت. عيال والله انا جيتني رسمة اني ما ادري وش. ما اتوقع اني بكمل عليها. شغلها لو مرة. ما هي بشاشة يا رجال، ما هي مفهومة. شغل مخك لو مرة واحدة. ما في وقت. هو ما في حقة الصبغة ذي، لو في سويت شيء افضل. الله يهدي راعي الرسمة ذا. يعني انا ما ادري ايش اقول صراحة اللي راسم قبلي. ايه بس حسبي الله ونعم الوكيل. لا صيدة ها؟ يلا يا شباب يلا انا المشكله ما رسمت شيء. هذا كله ما مداك ترسم 90 ثانيه ما ادري كم يا رجال. طبعا جيب لي كم رسمت وجه بس. ها شكله ذا انت يا اخي. افضل رسمه جاتني الحين. عطني لون واحد فيها بس. لون هو ما فيها الوان. اجل اسف. شباب الرسمه
سووا اللي فيها يعني ما احتاج اقول لكم ايش مكتب استراك شخص لا يا رجال خربت رسمتي والله هذه شوي سوالف هاجه شوي والله ناجي مره امه ايه جويلي جويلي العمر راح والله الله يا اخوان ما ادري ايش سويت انا انا حزين حتى ما ادري ايش كتبت يلا سويت انتهيت دموع أنا آسف أنا آسف اللي راسم قبري لا صيدك لا صيدك لا صيدك أدري من اللي حاط نقط صغار لا أنت راعي الشاشة هذا كعش هلو وهذا أنا أوكي من اللي بعدك الله يبارك أنا تلوم هلو حط عليها عرض 4K ليش 4K متى ربك 4K 120 حتى العشرين نسيتها حتى السعر ما حط عرض خاص 4K بيس مشي الشمس أهم شيء التكراء قاعد يكررونه اللي بعده اوكي هذا الحين بيطبق مقوله لما استدرى رماني عرفتوا هذيك بيصير سنايبر ان شاء الله ما في سنايبر يعني انكسر حلو ما انتبهت انه انكسر الدموع لا قوس 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 اهم شيء ريا قاعد يقراها القوس قوسك والله يا شغيلين وش ذا والله ناس دي افضل وحده صراحه احفظ 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 يا حول التلفزيون انت بيكم ترسمون مسلسل لا جذي شوف شوف ريت البحر ايش ترجول ايش ترجول ورشة البحر والله بطيء الشاشة بالله كيف انهيتها شوف 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 الله هذا انا وضعي معنت يلا بندر اسج حلو هذا احتراف هو ما يعرف الا ورده المفروض تكبر شلون قلته حرفيا يكون ذي تغير حلو تتنكس راح يمين يسار ليش ورد حزين ليش وراها من سدحه يا ابوي شوف خشتها ليش حزينه بس انها ما امتعنا انا بعرف ايش مكتوب اخر شيء ليش ايش ليش ضربنا ضربنا ايرور اوكي هذا بولينج ولا سله ترمي الكوره حلوه حلوه لبس ثوب هذا تمثال هذا كومي والله حلو سويت زوم يال حلوه 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 الموشن اتوقع ايه مع هذا بيصير والله حلوه والله حلوه كنا زومين يعني نايس نايس شوف هي يا عيال ركزوا مع الرمي شوفوا كيف والله حلوه مره جامده جامده الاولى والثانيه حلو المشكله كلها يقطع اتصال ليه كانت فلسفته والله شو شلون صار صارت مسدس حلو وش الخط انا يلا قريته كاميرا واو والله حلوه والله حلوه اول ثلاث ايش قصدك اخي قول حلوه صار لك تحاط انه يقطع الاتصال او يقطع الاتصال ما في رد مسلك لي بالله الاخضر اخضر رد يعني لا ما في رد العكس صعيب هذا قطع اتصال شكلك كذا عشان كذا ما ترد علي دايم اي ما ارد عليك الله ياخذ ابليسك لتني ما تفلسفت انا فيها شوف انا صغرت ضبطت شوي بس سويت انا تدريسه ايه تقول لي من الشباك الله يقلع ابليسك هلا هلا اوكي شوف شوف فدر يحم وجهه بالجذابه انا حزين يطالع والله سرت كتابات حلو والله حلوه ما عليها يا رجل مو حلوة نصق على الدريشة هي كنا لاصق فيها حلو أنا ما أمتني أرسم مشكلة حق النادي واضح اسم زايد أوكي طابق صعب طابق البيتزا مستحيلة إيش هالخضار طابقت يا رب إني رسمتها صح أنا عيال ترى شغلي 3D نايس نايس قاطكم كثير يا عيال انا ترى ما ادري ليش شوف 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 ريان رسمه باخر لحظه ترى شوف تشوف ليش القهوه قلت انقطي حلو احتسي قهوتي انا كنت ابغى احد يكتب احتسي قهوتي الساخنه هذا ايش ادري شو حق الدموع والله دايم مع الانيميشن جت حلوه والله بس والله الجريده كبيره هو لو صارت اكبر شوي بعدين اكبر شوي بتصير جامده بسم الله اوه يا يعني عادي نجيب شركات ايه انا بحط شركه اهم شيء قد اعلنت عندي شركه اشتريني اشتريني اوه الفكره اللي جتني عيال ليتني كتبتها
ليش كتبتها يا الهي يا حبيبي؟ وات حبيت هذه كل الصوره اللي كاتبها. طبعا هذا كلاس والله يا اخوان، بعطيكم رسمه قويه حيل. والله اني ما ادري شلون اوصل المعلومه للي بعدي. ارمى وما عليك ارمى انه رجع قاعد تكلمني. لا هذا وش قاعد يصير؟ مشكلة مو بالكل متابع. مشكلة مشكلة. لا فيلم ذا. إن شاء الله الفكرة وصلت يعني، إذا ما وصلت أوصلها غصب. ما كملت. أوه حلو. شكله شكله كلاش. واو. شكله كلاش. بالله كيف يا سلوم؟ في وجهك. مدح مدح ذي يا شيخ. مدح شيوي. والله نسيت ايش اسم هذي. يا ترى ترى توقع يعني ما يحتاج ذا الوقت كله. بطاط بطاط. يعني الضمان ضغط. يا يا ذي ما اعرفها طيب. من اللي كاتب مقال؟ وش قوم قوم النودي؟ ما تعرف ابحث ابحث. ما تعرف بيس يا اخي. ارسم قبعة حقك. عليك اوكي. كويس ما جتني. عشان كذا انا قلت. مو بالكل تلقش ما ادري هو كذا. لا مو كذا مشكله ناس لونها. ابو ابي ارسم شيء صار بصل. ايش هذا؟ والله اخذت صوره من جوجل يا اخوان وكانها بدت تجوز لي. خلينا نجرب خلينا نجرب يمكن تضبط معنا. ما في وقت ما في وقت. موهبه حسبي الله على من ايقظها. تكفى تكفى تكفى. اصبر اصبر اصبر. نسيت اصبر. اصبر والله ما ادري ايش سويت يا اخوان بس اي تاكوز. ها طيب رجعت لي رسمتي بس شيء ثاني. خلاص كذا خلصنا. يلا يلا حلو خلينا نشوف كلاش. رينا كلاش امازون. اوكي ما مو معنا صالح ترى انا كتبتها كابيتال. حلو 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 فكره. اهم شيء وزنت الاي تزد. حلو 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 فيها كرش. نايس شفت شفت كل اللي عدل عليها. نايس لا تصير سمول مو كابيتال. نايسو نايسو نايسو. اللي بعده قلقم. خلينا نشوف عف ايش معطينا. سهله سهله. الله ياخذ بيسك. هذا اللي كابني. شو شو انا اي خذ لك الو. طيب عادي يرسل مكتوب رائع. عطاه صح. حلو حلو. لا حلو حلو. طيب ايه انا رسمتي صح دخلني انا. الحمد لله الحمد لله السلامه. حلو حلو قصه حلوه. والله حلو. الله يسلمك يا خالد. الله يسلمك. اخبارك خالد عساك طيب؟ كم خذيت في الخط؟ حلو نايس. نشوف كلاش هو اللي حط. لا مو بنت اللي جايني كلاش اجل عشان كذا جوعني الشعار بالانجليزي. شوف رسمته صح في البدايه. والله الجولين مسحت في واحد قبله مسحت. لا في واحد في واحد زيي يا عيال. ايش السالفه؟ في واحد اي لا انا شيء ثاني. اه انجليزي حلوه يا عيال. الله يخليك ليش كنت قام نو 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 كذا لبسه هو ترى ما ادري ناس هنا. لا ابدا لا والله كان مكسيكي. توقعت انه بيقول مكسيكي. توقعت. يلا ما عليه حصل خير يا عيال. ساخنة اشوى والله. هذه احسبها هذه تدري ايش احسبها؟ ساعه رمليه والله احسبها ساعه رمليه. اشوى سوداء مره واحده يا عيال. نايس حلو. لا والله نايس مجطره حلوه. خالد لازم يعطيك اقتراحات جامده. خلينا نشوف. وصلت لنهايتها وصلت لنهايتها. هو لو ما كتب كتكات ما حد عارف ترى. ايه اكيد. بس في اخر واحد اللي بين انك كتكات يعني ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله بين انك كتكات. لو ما كتب كتكات ما بعرف. كتكات اي اسمه كتكات. هو تتمشى بالبحر. حلو رهيبه بالزال. هذا هذا يتمشى باليابس. الله يسعدك. شاطر كاميرا. اوكي اوكي محمد هذا فاطس. فاطس ذا فاطس. ما عليه. اللي بعده اللي بعده. ما يفوز ما يفوز. تصدق خالد حسبت انه يتمشى على الشاطئ زيك. قاعد اشيل رجوله خلاص. والله عيال انا علقت ما ادري وش صح يا ريال. الله يخليك. انطلون نايك. ما تكتب سروال بس قلت يعني لازم نسره. سلام عف يا اسطوره. لو ما حط كتابة نايك ابغى اشوف ابداعاتكم يا شباب. كم كاميرا 20؟ لا ابغاكم تحطون كاميرات كثير يا عيال. اي اوكي يا رب يا رب نحط كاميرات كثير. لا كلاش يسكب بيبي طلع. يا عمري يا عمري ب 20000. يا عمري تفهم يا خالد. ايفون 23 هذا زود ثلاثة. ليه ليه خلى 23؟ وين ال 20؟ هذا 20000 اشتراك سعر يعني. ما عليه ما عليه. قصرت يا شباب يعطيكم العافيه. قصرت.